الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، متتبعي قناة تربية دواجن أبو ريان، مرحبا بكم أينما كنتم. قبل البدء في موضوع اليوم، أدعوكم إلى الاشتراك في قناتي فضلا وليس أمرا، وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إخواني الكرام، موضوع اليوم هو الفقاسة الأوتوماتيكية. متى أحتاج الفقاسة ولماذا؟ وشنو الربح اللي فيها؟ ونبدأ بفقاسة صغيرة ولا كبيرة؟ وش من ماركة؟ غادي نحاولوا نجاوبكم على هذه الأسئلة من خلال هذا الموضوع إن شاء الله. الفقاسة هي واحد الجهاز كيلعب دور الدجاجة خلال الحضانة اللي كتبلغ 18 يوم، والتفقيس اللي كيتراوح ما بين 3 إلى 5 أيام، يعني بالمجموع كنلقاو واحد 21 يوم حتى 22 يوم على حسب الجودة ديال الفقاسة وعلى حسب عمر ديال البيض. طبيعة الحال قد ما كانت الفقاسة مزيانة كتكون نسبة التفقيس مرتفعة. علاش كنحتاجوها وما نخليش البيض عند الدجاجة؟ هي تكلف به ونهني راسي من الصداع. مزيان، حتى هذا نظر، غير هو ممكن ديرها إذا كان الهدف ديالك هو عدد قليل ديال الدجاج للاستهلاك الشخصي، ماشي للبيع للبيع في الأسواق بالجملة أو لتربية الفلوس وبيعه بعد مرور واحد الأيام، واحد 21 يوم أو شهر. لكن المشكل المطروح اللي بغيت نهضر عليه هو ان الا بغيتي تفقس عدد كبير ديال البيض ويكون عندك جميع الكتاكيت في امر واحد وتسهل عليك عملية التربية والتلقيح والعناية، من بعد ما يمكنش ليك تعول على دجاجة وحدة تفقس ليك في واحد الوقت خاص وعدد كبير من الكتاكيت، لان كل دجاجة يلا تقدر تقرق لك على 12 بيضة كحد متوسط وتفقص لك داك 12، يعني ب 12 ميمكنش تكمل واحد القاطع اللي كبير، ويمكنش ما يمكنش تحصل على واحد القاطع او ما يسمى بالباندا وتكون عنده واحد الماكلة معينة في وقت واحد ويكونوا في عمر واحد وفي عمر واحد وفي وزن واحد. اذا هنا كنحتاجوا للفقاسة فاش يكون الهدف ديالي هو انتاج عدد كبير ديال الكتاكيت. هنا كنبغي نقول الاخوان اللي كيقلبوا على الفقاسة من الحجم الصغير، ما كاينلاش، لان في الغالب الفقاسات الصغار داخلين من الشينوا، وكلنا كنعرفوا الشينوا وما ادراك ما الشينوا، نسبة التفقيس ديالها كتكون ضعيفة جدا على عكس الدجاجة. لهنا فهاد الكهادي نستعملوا الدجاجة حسنا ما نستعملوا واحد الفقاسة اللي صغيرة ديال الشينوا ديال 50 بيضة ولا 48 وتفقص لنا 8 البيضات وتضيع لنا في شي الاخر كامل. زيد على هذا غادي تشري فقاسة ديال 48 بيضة مثلا على الاقل بواحد 1700 درهم، النتائج ديالها غير مضمونة، وخاصك تشري ليها البيض اللي غير مضمون حتى هو باش في الاخر تكون عندك واحد النسبة ديال التفقيس قليلة. اللهم 1700 درهم راك عارف شحال ممكن تشري لك من دجاجة واجدة عطاها غير تاكل وشي الاخر كله من عندها. دابا بغيت نشري فقاسة كبيرة، علاش؟ الا كان الهدف ديالي هو نربي باندا وحده ديال الكتاكيت كما سبق وقلت لكم، ونتسنى حتى تكبر يعني حد 4 او 5 اشهر عاد نبيعهم، ومن بعد لان ما عنديش مساحه فين نربي كل باندا معزوله على الاخرى ونعاود نعمر الفقاسه. يعني غادي نستعمل فقاسه تقريبا واحد المره ولا جوج في السنه. في هذه الحاله من الناحيه الاقتصاديه الثمن الفقاسه زايد فيا، لانني ما غاديش ندخل فلوسها الا من بعد واحد سنتين او ثلاثة او اكثر. اللهم نستثمرهم في حاجة اخرى ونشري الفلوس واجد حسن ليا، هذا كنسبة للتفكير ديالي انا، ونصدق انا رابح وواحد اخر رابح حتى هو، زيد درهم او جوج ونهني راسي من المشاكل. لان ماشي غير حط البيض اجي من بعد 21 يوم غتلقى الفلاس. اما الا كان الهدف ديالي هو انتاج وتسويق الكتاكيت ديال يوم او اسبوع كما قلت لكم، او 21 يوم او 15 يوم، فهاد الحاله ممكن نشري فقاسه وغادي يكون استثمار مربح ان شاء الله. الا كان المصدر البيض البيض اللي غنفقصو يكون ملقح ومصدر موثوق والفقاسه تكون من نوعيه جيده. اش من ماركه ديال الفقاسه يمكننا نشريو؟ هنا كيلعب العامل الاقتصادي، كاينين فقاسات مستوردة ديال شركات عالمية عندها واحد الخبرة ديال العقود من الزمن ومعروفة في الميدان، داروا أبحاث على كل نوع ديال الفقاسات وعندهم خدمة بعد البيع والصيانة، ولكن الثمن بطبيعة الحال مرتفع جدا وما يمكنش توصل
ليهم ولا يمكن يوصلوك لهنا الا بواحد الثمن مرتفع. هاد الشركات هما كاينه لافييم ولا مانيو، وكاينين فقاصات تجميع محلي تختلف الجوده ديالها على حسب الخبره والحنكه ديال الصانع المغربي كما كتعرفوا. وكاينين اللي كيخافوا الله وكيوفيو بالكلمه ديالهم، كيعطيوك حاجه مزيانه بالاضافه الى صنع متقون، وكتكون واحد القطعه الكترونيه تقريبا شبيهه بالاوروبيه، وفاش كتخسر كتلقاه في جنبك. وكاين اللي كيبيعها لك بلاكار ديال الحوايج باسم فقاصه، وكيطفي عليك التليفون اول مشكل كتلقاه، ما كتلقاهش طافي التليفون عليك، وكتبقى انت ضايع والفقاصه ديالك ضايعه والبيض ديالك ضاع وكل شيء ضاع. المهم بالنسبه لي انا في جميع الاحوال جوده الفقاصه وحدها لا تكفي باش يكون عندنا نسبه تفقيص مرتفعه، لان هناك عده عوامل كيتحكموا في التفقيص. اولهما هما القاطع ديال الدجاج المنتج للبيض اللي غادي نحطوه في الفقاصه، خصو يكون واحد المصدر موثوق ديالو، ومن الاحسن يكون البيض ديالنا ويكون عدد واحد الفراريج او الديكه كتير مع الدجاجات باش يكون جميع البيض ديالنا مخصب. ومن هنا غادي نحصلو على واحد النتيجه ماشي 100% ناجحه، ولكن نقدروا نحصلو على واحد النسبه ديال تقريبا ديال واحد 90% من النجاح. الموضوع الثاني او الثالث او الموضوع الثاني اليوم اللي هو نتكلم عليه باختصار بواحد السرعه، اللي هو الدجاج الحبشي او الدجاج الكروازي. الدجاج الحبشي او الكروازي او فلوس ساسو كما كنسمعوا، او الدجاج اوكاها كما كيتسمى باللغه الفرنسيه لو بولي فيرميير، او الدجاج البلدي الهجين، كلها اسماء لسلاله الدجاج تستورد امتها من فرنسا، ويتم بيع الكتاكيت ديالها من طرف شركات متخصصه في انتاج كتكوت اليوم الاول. هاد السلاله هي في الاصل مستورده من فرخ اللحم ذات النمو البطيء نسبيا بالمقارنه مع الدجاج التجاري اللي هو الدجاج البيض اللي كيوجد لنا في 45 يوم او اقل. اما بالنسبه للحبشي فهو كيوجد ما بين 3 شهور حتى 6 شهور الا كان متهلي، كيعطينا اللحم تكون المردوديه ديالو جيده والنمو ديالو شبه طبيعي. لذلك جيت بغيت نعطيكم واحد الفكره على هذا الدجاج. هذا الدجاج ما كنقراوش عليه وما عارفينش الافكار عليه بزاف، وكيفاش يمكننا نخرجوا منه واحد الميزه، واحد نردوا فيه واحد الميزه اللي متميز بها على الدجاج الاخر، اللي هي ان هاد الدجاج هذا ممكن نستخدموه لانتاج البيض، انه ممكن تبليد ديالو ونبيعوه على اساس انه بيض بلدي والدجاج على انه بلدي. وبالفعل كنلقاو حاليا بزاف ديال الدجاج الحبشي مع الدجاج البلدي في جميع القطعان بفعل التهجيل العشوائي ديال البلدي. على اي كنتمنى انني يكون عطيتكم فكره وجيزه على هذا النوع ديال الدجاج، ونكونوا استفدنا كاملين من هذا الموضوع هذا. شكرا لكم بزاف، الى فيديو مقبل ان شاء الله. ما تنساوش تخليو ابوني او جيم لا عجبكم الفيديو، ما عجبكمش الفيديو خليو ديسلايك، وشكرا لكم بزاف.